قوي. انا بحبك جدا. هقول لك حاجه، انا كنت نفسي اشوفك من زمان. احضان وبكاء ودعم، هذا ما شاهدناه من احتواء الرئيس الاب لابنائه من ذوي الاحتياجات الخاصه في يومهم العالمي في احتفاليه قادرون باختلاف التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه. مواقف كثيره بكى فيها وتاثر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالات والمناسبات، واخرها بعد تاثره الشديد عقب مصافحته وتهنئته لمنتخب مصر لذوي الاعاقه والفائز ببطوله العالم في اسبانيا الحركيه والذهنية والبصرية بعد عرضهم للكاراتيه، وأثناء حديث الفنانة رجاء الجداوي على خشبة المسرح ليبكي حينما قالت ذوي الهمم فخمتك بتحبهم قوي. وعود مرة أخرى رئيس التأثر خلال تقديم الفنانة دنيا سمير غانم أغنية بعنوان نفس الحروف بمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة. كلمة بنحبك قوي يا ريس كانت لسان حال فئة من فئات المجتمع تسترد أنفاسها الآن بعدما شعرت بأنها متساوية مع باقي أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، خاصة بعد صدور العديد من القرارات الرئاسية فيما يخص عملهم في المحاكم والوظائف الخاصة وامتيازاتهم في النقل والمواصلات والإسكان. وفي اليوم العالمي لهم خصص الرئيس السيسي 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعمهم، وقال خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي إن نسبة ذوي الإعاقة في مصر من 9 إلى 10%، وهو عدد كبير، مضيفا لابد أن ندعو الله أن يحفظ بلدنا من كل سوء من أجل أهلها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما قام الرئيس السيسي بمصافحة عدد من ذوي القدرات الخاصة ليجدد من أزرهم وكرم عددا من المتفوقين منهم، فالرئيس قوبل بحب غير طبيعي من هذه الفئة، وقال خلال الاحتفالية هذه جائزة بلا نفاق، الكلمات والأحضان صادقة بنسبة 100%، ولا يمكن أن يحصل الرئيس على جائزة أصدق من هذه الجائزة، فالمشاهد الاحتفالية تدرس في الإنسانية. فالرئيس السيسي كان ممتنا لكل الحركات التلقائية التي تخرج من الشباب، وكان مبتسما في احتفالية خلت من البروتوكولات بينما حكمها البروتوكول الإنسانية. فتحية لرئيس جبر الخواطر، فتحية للرئيس السيسي.